جايبين البت ما اعرف اسمها منو دي في الخرطوم، ماتت في خرطوم بحري ما اعرف، البيت اسمها ست النفر ولا ست المنو، المهم اكتبوا لي البنيه دي جايبينها هنا المرحومه ربنا يرحمها، وجايبين اخوها اللي طلع في اللايف كويس، وتاني جايبين البطاقه بتاع الجندي. يعني انت حسي الجندي اللي ضرب اختك دي، انا برد على الحق عليك طبعا، الحق عليك زي ما قالوا لنا، العسكري الجندي ضرب الزول ده، ضرب البنية دي. آه تحياتنا تسلم، ضرب البنية دي، داير تمشي تغض وتطب تطبحه وتخلي برهان وتخلي هيمتي، ما انت بتقبض العسكري ده بتفتح فيه بلاق، البلاق بتفتح في الشرطة وبتودي النيابة، بيحيلوا البلاغ من النيابة بيحيلوا للمحكمة، بتجي بدليلك انت في المحكمة وبتقاضي الزول ده، ضربت اختي ليه؟ يقول لك والله انا زول عسكري وادوني تعليمات، اداك تعليمات منه؟ يقول لك والله اداني برهان ولا حميتي. هنا يعني انت مثلا لو في واحد قاتل جريمة بتاعت 130 وديته المحكمة، في نطق حكم ده زول نكر، في حكم رضائي وفي حكم إقراري في المحكمة. الحكم الرضائي طرفين اتراضوا في القضية خلاص انتهى بدية بشي المهم، وكان نوع القضية قضية جنائية أو شرعية أو المهم أو قضية شرعية أو جنائية أو مدنية، ثلاثة هم القضايا اللي بتترفع، مدنية أو جنائية أو شرعية. طيب القضايا الثلاثة بتعرضوا للقضاء، الجاني المدعي والمدعى عليه. مشيت المحكمة، الزول جبتوا الجاني ده سألته أنت عملت الفعل ده ليه؟ قال لك والله أنا ما براي. أها والله معي أنا عبد الله ده. المحكمة بتطالب بأنه يجيبوا عبد الله ولا بيخلوه؟ ركز يا سوداني يا طيب، كما تجيب لي كبش فداء وتخلي الناس ابنات ولاد الكبار. المحكمة لو قلت انا ما كترت الزول ده انا براي، كتلوا معي عبد الله او حسين، بيجيبوا الزول ده عبد الله ده بيجيبوا المحكمة بسعره ولا ما بيجيبوا؟ بيجيبوا. طيب بنفس الملوان فتحت البلاغ ده في الشرطة، اتحال البلاغ للنيابة، من النيابة اتحال للمحكمة، مشيت المحكمة كويس، قال والله يا اخي انا حميتي اداني تعليمات قال لي اقتله. هتجيب حميتي ولا هتحاكم العسكري ده تقول له لا لا انت وكده اداك تعليمات حميتي تقتل ليه بس اقتله؟ انت خسيس يا جبان، ولسه القتل ماشي. اذا معناته العداله ما بتتحقق الا العداله تتحقق كويس في حميتي وفي البرهان وفي اللجنه الامنيه بتاع البشير، والبشير والمجرمين اللي ارتكبوا جرائم من سنه 56 لغايه تاريخ الليله. هي العدالة كده تتحقق في السودان. قدرت تفهم الليب يا روح أمك؟ عشان ما تجيب لنا كفش فداء ولسه الجريمة مستمرة والجريمة مبطنة. موية تحت بين. أوي أوي يا سادة، في واحد انعصر أمس، انعصر دق لي تليفون انعصر. أنا طبعا اللايف حقي ده لايف تقليدي، بخاطب الناس المساكين والغلابة، اي دول فيلسوف ودار يعمل فيها دار يتفلسف ويقول ادبه هنا يا اخوي، ده قناه الجزيره وذاك بي بي سي وذاك اس 24 ولا اس 4 وزفتي، امشي له هناك هتجيني هنا. دعوه مفتوحه يا جماعه كده، انتوا راكبين فيها ونحن راكبين فيها، فماذا انتم فائلون؟ ما في زول بيزايد على اخوه تاني، ولا في زول بيضحك على التاني، كلنا احنا بقينا في الهوا سوا، ما في عداله نهائي في السودان. وفي ناس دايرين حمدوك، هذاك حمدوك خم وصر جزلين وحقير. الناس دايرين البرهان ما بحميد من هيمتي، هيمتي بيتصرف زي هنا، والناس دايرين عندهم بلاغات حاله ولا المحكمه، المحكمه في يد هيمتي. عديل حميتي انت شفتوا براكم ناس وزراء، ورئيس وزراء اتفق مع اللناي ده اعتقلهم قفلهم جوا كده الرج، ناس سيلك الله يستر ما يكون ضبهم. ف
فاضلك انت كمواطن وين المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي ذاته جا قال لهم لا لا يا جماعه، السودان كده بينسلب وكده بخش للهاويه، ولازم عبد الله حمدوك انت ترجع وبتاع. المهم الفاتمه الماده خلاص فطس. الو، السلام. مرحبتين، حبابك حبابكم قدام يا قتلة. وين انتوا قاعدين؟ في ليبيا؟ لا، من في المسجد. في مصر؟ اي حبابكم والله ربنا يحفظكم يا اخي من المصريين دي يا اخي. بعيق، والله بعيق قدام. بس يا قمر، تحياتنا والله، تسلموا. اردم قدام بس. شكرا. أولادنا في مصر ربنا يحفظهم من المصريين. طيب ربنا يحفظهم. طيب هنا دعوة. أوكي. يا إبراهيم، إبراهيم أنا أديتك الدعوة، إبراهيم أنا أديتك الدعوة، والظاهر عليك أنت شبكتك تعبانة. حسي ديل قاعدين في مصر شبكتهم قوية. شوف أي زول عنده أنت خلي كلامي على جنب، تعال كده أنت قول، تعال أنا بديك شانس هنا، خلي البعد الليلة ما في أي مقاطعة، ما أقدر أقاطع زول، خليه يتكلم بس. الداير يقول حمدوك كويس، عليك كيفك. ودير تقول الشغله دي طرس عليك كيفك، دي حاجه بترجع لك. انا بدي فرصه اي زول 5 دقائق. طيب انا زول اديته لكن شبكته تعبان. اي زول عنده انترنت فل وعنده كاميرا بيفتح معي هنا، واي زول انترنت وملكلك رابط لي واي فاي بانترنت وما قاعد جنب الواي فاي ما بخش معاك. الناس الموجودين في اوروبا في امريكا شبكتك ما شريحه فري، اشتري لك شريحه فري. اورنج ما بياكل ايش؟ اورنج ده ممكن تدردش بيه انت بس. ولو انت قاعد في اوروبا او امريكا قاعد عندك واي فاي في البيت، خليك جنب الواي فاي، الشبكه بتكون قويه كثر ما تبع الواي فاي، الشبكه بتكون قويه. مرحبتين، يا احمد كسلة، شبكتك تعبان. كيف اخبارك؟ تمام، الحمد لله والله. كيف امورك؟ تمام، تفضل. اخبارك؟ والله يا احمد كسلة، طبعا بالنسبه للراجل اللي قتل اخته ده، زي ما انت قلت، هو ما يقتل ده، زي ما هو نفس البرنامج اللي انت قلته، يفتح بلاغ للشرطه يوصل البرنامج ده يحاكموا حمدوك والبرهان. طيب انا ما انا لا انا طرحت الفكره بتاع القضاء انه هو لازم المجرم ده يتحاكم، لكن من اللي ادى تعليمات؟ اذا كان مواطن وثبت عليه الجريمه بيهيلوا الملف في المحكمه وبيتم المحاكمه بعد ده يتراضى بين الطرفين. اذا قالوا دارين الدية حميد المجيد، اذا قال دارين القصاص حميد المجيد، اذا قالوا يا اخي عافينا حميد المجيد. ده البرنامج بتاع الجرائم بتاعت 130 في المحاكم السودانية وفي العالم موجودة كده، إن الزول بيحلوا الملف وبينطبق على أهل الميت، هم اللي بيقرروا يا يعفو يا ياخذوا الدية يا القصاص. لكن ده زول عسكري، إن إحنا دايرين نقبض العسكري ده وذاته يموت زي قتل البنية، لكن أدى تعليمات منه. إحنا ما قدرنا نوصل للكلام ده، أداهم هيمتي والبرهان. أها هيمتي والبرهان يجيبوهم ولا يخلوهم؟ يجيبوا حميتي يحاكموا، يجيبوا حميتي ويجيبوا البرهان. الزول اللي قال اللي ادى تعليمات يحاكموا البرهان ويحاكموا حميتي. وبالنسبه لحمدوك، حمدوك ذاته فاشل. تحياتنا بالنسبه لحمدوك، حمدوك ذاته فاشل. تحياتنا تسلم يا احمد كسلة. تحياتنا تسلم. شكرا. دعوة ثانية يا جماعة، اي دور الليلة انا بدي فرصة قول كلامك، لكن لو في نقطة كده داير تسألني فيها انا ممكن اجاوبك. والواتساب مفتوح.
ما انا داير اوصل، انا ما بصدد الدفاع للمجرم، ولا بد المجرم ده يمسكه ولا